الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كاع تكونوا غاية وصحتكم بخير يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده يا رب. اول حاجه نبغي نشكر المشتركين الجدد اللي دخلوا عندي، نقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه وان شاء الله تستفادوا، واللي ما اشتركش نقول له اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الجوله خفيفه، يعني الطريق المؤدية من مغنية إلى مدينة صبرا، معروفة يعني في البداية نمشي على طريق ولاة الشارف ونجيو غاديين حتى نوصلوا كما قلت لكم لصبرا. كما قلت لكم مدينة صبرا هي واحد المنطقة معروفة يعني بالتراث نتاعها، منطقة الزيتون أو زيت الزيتون، يعني فيها أكثر من معصرة لعصر الزيتون. واحد المنطقة تتميز يعني بواحد المباني اللي هي تقليدية قديمة ما زالت محافظة عليها، يعني أكثر منطقة في غرب الجزائر اللي كانت فيها كمية كبيرة نتاع الإرهاب. هنا كنا وصلنا لتافنا أو واد تافنا، هو واحد الواد قدامه واحد البراج على ما أظن، يعني يسمى براج تافنا، هذا هو اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. وهي واحد القريه يعني قريبه للمغنيه، هي اول قريه غادي تلقاوها في الطريق نتاعكم، ويعني وما فيهاش واحد التعداد سكاني كبير. هذه هي القريه، هذا كما نقولوا حنايا السور الخارجي نتاعها، ما دخلناش كاع الداخل. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم ما فيهاش بزاف نتاع السكان، مازال محافظين على واحد المباني قديمه، بلاصه شابه فيها يعني فيها الطابع الاخضر ولا الطابع النباتي غالب على طول الطريق. واش نقول لكم على الطريق اللي تدي لصبرا، يعني احنا الشهور راه يتمشى وصايم، فيها بزاف نتاع الالتواءات، فيها كما كانت تقول اختي انا لا رحت ما نوليش في نهاري، نريح من هذاك الدوخه نتاع الطريق امبوسيبل نولي في نهاري، باش نروح لها حواسه ونولي ليه ما كان لا. هذاك هو البراج نتاع تافنا، ونجيو غاديين في الطريق. كان الجو مغيم، من مور صبرا تلقاو كاين واحد البلاصه يقولها واد الزيتون، تلقاو على ما اظن بوحله تقعد على الجهه اليمنيه، وكاين ولاد رياح، كاين عين دوز، وتجيو غاديين حتى تدخلوا في ولايه تيليمسان. يعني كاين بزاف نتاع البلايص، وكاين واحد البلايص صغار اللي ما نعرفش سماواتهم، يعني انا عطيت لكم بالتقريب من مرتفنا غادي نلقاو منطقه يقولوا لها يا ربي يقولوا لها وسار، وتجيو غاديين. كاين كيما قلت لكم واحد البلايص ما نعرف سماواتهم، مي نعرف كيما نقولوا بلي كاينين في ديك الجهه. بزاف نتاع الناس ما يبغوش يتمشاو في الليل خاطرش هاد الطابع النباتي نتاعها يعني يخوف، وهنا وين كانوا الارهاب يعني يديروا واحد المداهمات، يعني ناس يجيو فايتين يحبسوا لهم بالواطة ولا يخرجوا لهم من شق الشطب، ولا يعني مازال لحد الان الناس نتاع صبرا يعانيوا، يعني شافوا بزاف صوالح اللي مازالهم لحد الان الرعب نتاع الارهاب مازال ساكن في الناس اللي عاشوا في الفتره نتاع الارهاب، يعني يحسن عونهم اللي مسلهم والديهم ولادهم عائلاتهم بزاف نتاع الناس.
كما راكم تشوفوا حنايا مازال شادين الطريق. كما قلت لكم الطريق نتاعها ملتويه شديده الالتواء، ماشي غير شويه، تعيي بزاف. شوفوا كيفاش راها دايره يعني على طول الجبل. من مغنيه يعني تلقاو هكا زوج نتاع الجبال في يبان من موراهم، تبان من موراهم يعني منطقة ولا مدينة صبرا كما راكم تشوفوا معايا. من هنا تبدا منطقه ولا كيما نقولوا حنايا قريه نتاع واسار، هذاك اللي راه يبين لي هذاك اللي راه يبان عفوا الجامع. وفيها كيما هي حتى هي كيما هي تعداد سكاني قليل كيما راكم تشوفوا. ما قبدلكمش بزاف خاطرش كنت انا موحد الجهه والجهه المقابله ما قدرش نصور منهم. ومن بعد زدنا كملنا الطريق. يعني كاين بزاف نتاع الاراضي الفلاحيه كما قلت لكم، منطقه غنيه باشجار الزيتون، فيها بزاف نتاع المعصرات نتاع الزيتون. كاين اللي يكونوا هك وهك ويجيبوا الزيتون نتاعهم ويعصروه تما في المعصره. كاين التقليديه وكاين العصريه، مازال باقي التقليديه اللي يديروا الطبيقات نتاع الحلف على ما اظن ومن بعد يهرسوا هذاك الزيتون ويديروا طبقه فوق طبقه ويخليوها هيبات باش يبقى هذاك يعني هذاك زيت الزيتون يتعصر ويلموه. كما راكم تشوفوا من العشيه للعشيه الحركه تبدا تقل، يعني الطاكسيات يقلوا في المهم ما يلحقش عليهم الليل. كما قلت لكم منطقه خاليه بزاف ما فيهاش الاعمده الكهربائيه، ما يبان لك والو في الليل، على بها الناس ما تبغيش يعني ما تبغيش تمشى في الليل خاطرش تخوف حتى لي غريسي. يعني ينتهزوا الفرصه بما انها منطقه خاليه ويديروا ما عليهم. هنايا كان واحد الكلينيك ولا مختبر لتحاليل الدم كبير داروه ما شاء الله، يعني تلقاو فيه واحد التحاليل اللي ما تلقاوهمش في المناطق اخرى، تلقاوها تما في هذاك الكلينيك الكبير. هنا كنا دخلنا البرباطه جاي مر قريه وسار على ما اظن. المهم هنايا كانت الباطيمات هادو تاع السكن الاجتماعي، هادو مازال ما مدوهمش، مازال ما دارولهمش البنيه التحتيه نتاعهم، يعني ما دارولهمش يعني الماء، خاصهم وقيلا غير الماء وانابيب الصرف الصحي. شوفوا ما شاء الله اشجار الزيتون، يعني فين ما تروحوا تلقاوهم، مازال محافظين على الطابع الزراعي ومازال محافظين الاراضي الزراعيه نتاعهم. وهذه هي قريه تاع برباطه جايه قبل ما ندخلوا لمدينه صبرا. هذه منايا فيها الباطيمات بصح كيما قلت لكم مازال ما مدوهمش، مدو برك واحد المنطقه سميتها البرج، مدوا فيها السكن الاجتماعي بصح الاخرين مازال يخدموا فيهم.
كاين زوج مناطق راهم باقين ما مدوش فيهم الباطيمات. هنايا كاين كيما نقولوا حنايا الرومبو ولا مفترق الطرق، كاين واحد الطريق تدي البوحلو والطريق اللي تدي لصبرا، ومن مور صبرا كيما قلت لكم تخرجوا في واد الزيتون، من بعد على ما اظن ديريكت عين دوز، ومن بعد تخرجوا في تلمسان، وهنايا تبدا البدايه نتاع الصبره كما كنت نقول لكم. هذوك الباطيمات اللي هنايا هما يقول لهم الباطيمات نتاع الشناوه، هذه هي الطريق اللي تدي البوحلو. هادو هما الباطيمات اللي قلت لكم يسميهم باطيمات نتاع الشناوه، جايين جوست في الدخله نتاع مدينه الصبره. حتى هادو مازال ما مدوهمش، مازال ما خدموا لهمش يعني على برا، يعني المناطق يعني في الساحه ولا برا نتاع الباطيمات كما راكم تشوفوا مازال ما خدموا لهمش. حتى هادو مازال ما دخلوا لهمش الماء نورمالمون والغاز. وتاني اشجار الزيتون ما شاء الله. وهنا صاي كنا دخلنا للصبرة، ليها كاين مقر البلدية، حتى هي ما فيهاش واحد النسبة كبيرة نتاع السكان، يعني فيها نسبة متوسطة، صاي معروفة يعني عند ناس مغنية الكل يعرف منطقة صبرة. كما راكم تشوفوا الطابع العمراني نتاعها مازال محافظين على المنازل اللي بالقرمود، مازال محافظين على يعني كما راكم تشوفوا. هادو هما المعصرات، هادي يعني هادي وحده راها في الطريق، نورمالمون مسميتها الصبراويه، راها هدرك مبلعه يعني بصح في الفتره نتاع الزيتون تلقاوها يعني خدامه ما شاء الله. شوف كما قلت لكم البنيان من عهد فرنسا مازال باقي. والدروبه نتاعها يعني فين ما تمشيو تلقاو الاشجار، هذه ساحه الشهداء، من موراها يعني فين يكونوا الطاكسيات نتاع مغنيه نتاع يعني تاع اللي يديو بين المدن. هذيك على ما اظن المحكمه، بصح كانت فاتت السياره ما قدرتش نصور لكم، خاطر كما قلت لكم كنت من الجانب الاخر. وهذا هو يعني شبه مستشفى، ماشي كبير بزاف، كما يعني المؤسسه العموميه للصحه الجواريه نتاع صبره، بصح كما نقولوا حنايا فيه كلش، تلقاي طبيب الاسنان، تلقاي طبيب عام، تلقاي حتى اللي تكون حامل يعني تتبع المولود نتاعها هنايا ولا الحمل نتاعها هنايا. ومن هنايا تبقى هذيك دار الشباب يديروا فيها يعني يقراو فيها، يديروا فيها الاستدراكات، يديروا فيها الدعم، وبعض الاحيان يديروا يعني تجمعات رياضيه اللي يلعبوا كره القدم، اللي يلعبوا كره اليد وكره السله، ويديروا فيها حفلات وطنيه. وهنايا هذيك هي الكوميساريه نتاع مدينه صبره. من هنايا صاي تبقى الطريق اللي تدي هذيك اللي راها اون فاس، هذيك من تما يزيدوا يكملوا الطريق باش يروحوا لتلمسان. وهنايا في الدوره على اليسار السيد العربي، حتى هو جاي تابع لصبرا، ماشي بعيد بزاف، واحد كيلومتر فقط، وتا هو ما فيش يعني تاع كيما نقولوا حنا ما فيش بزاف نتاع السكان اللي يكونوا تما قاع يعرفوا بعضهم، يجي واحد جديد يعرفوا باللي دخل جديد. هذه الحمايه المدنيه، هذه متوسطه تابعه جديده وتابعه للسيد العربي. ومن هنايا يعني كيما قلت لكم واحد كيلومتر ماشي غير طريق وحده، من هنايا تبدا
المزارع والأراضي الزراعية نتاع العنب الأسود. هو تابع للدولة بصح يعني الشعب قد يرفد منه، هذا هو العنب اللي يخدموا به الشراب، دارته الدولة باش يديوه للمصانع اللي يخدموا الخمور. يجي عنب صغير وحلو وأسود. هذاك المسجد تاع سيدي العربي. حبيباتي وأخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الجولة الخفيفة، وكون أعطيتكم يعني تعريفات لبعض المناطق اللي تابعة كما قلت لكم المدينة مغنية ولا تابعة ولاية تلمسان. هذه هي الصبرة وهذا هو السيد العربي. إن شاء الله تكون عجبتكم الجولة نتاع اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونقولكم دركا سلام وتهلاو في رواحكم.